كلمي في عز النوم كل كلامها كله لوم. انت عارفة عندي ايه؟ ايوه قولي عندك ايه؟ ايه انت شيبسي وكاراتيه حتي تستيك وسوتيه شافك قلبي اغمى عليه قلبه معاكي خدي يلا بينا عالكافيه نشرب لينا اتنين لاتيه واشترك لك في الباليه يا ام وعود احترتي فيه وكمان تاني قولي ايه؟ انت جامدة مش مجاملة انت التوب يا كانتالوب انت مزة وعاملة عاملة قلبي داس من غير ستوب انت كيكة بس كاويتة بمبونة يا طماموت الحياة بالنسبة ليا لو بعدتي عنا موت انت جامدة انت حبك المصا ايس كريم جوا الكاسات اه يا عسل يا شربطه يا كل حاجه من حاجات انت مكرونه وبانيه احلى من مليون افيه ده اللي يا ما حلمتي بيه سكنه قلبي وقنبليه وكمان تاني قولي ايه انت جامده مش مجامله انت التوب يا كانتالوب انت مزه وعامله عامله قلبي داس من غير ستوب انت كيكه بسكويته بونبونه يا طماموت الحياه بالنسبه لي بعدتي عنا موت انتي جامدة انتي الكوكب اللي فيه ها عرفتي ردي ايه يلا قولي سكتي ليه عايزة تانا اقولك ايه انت حب والايمان كلامك دافي وكل حنان انت هيرو عرفتك من زمان انتي جامده مش مجامله انتي التوب يا كانتالوب انتي مزه وعامله عامله قلبي داس من غير ستوب انتي كيكه بسكويته بونبونه يا طماموت الحياه بالنسبه ليا لو بعدتي عنا موت انتي جامده مش مجامله انتي التوب يا كانتالوب انتي مزه وعامله عامله قلبي داس من غير ستوب انتي كيكه بسكويته برافو 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 عظمة العظمة اسمع الجمهور اسمع جامدة جامدة ما نجم نقول لك شيء الجمهور عملت له هكا بس جامد بس كنت شو على البراني كنت غني نرمي نصفر ونقول غنية مية عا كنت غني دراشة وكي غنى هو انت اسمع الكلمات انت جامدة انت زي البسكويتة انت جامدة مش مجاملة انت ستوب يا كانتالوب انت جامدة مش مجاملة انت فتيلة بلا زيتة وانت اصلك بسكويتة كل كلمات انت كتبتهم هذا الاثنين كلمات اغنية الابراج والاغنية ديت كلمات ازاي بتقدر تغني وتكتب كلمات مش ممكن وانا ملخن نوعدوكم اللي مع دي تاب ومع الحوار التونسي تجموا تربحوا زوز كراهب ابعث على 85 810 مساج برك تربح به زوز دو زفاين اين زفاين زوز كراهب فيات 500 واي سي جو دي ماكس سهلة برشا مساج 85 810 عندي بروبوزيسيون فاجئ الا وهي توترت انتم ملوتهم مثل الفوخ فدلك 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 والله فدلك 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 هذه مهبوله انا عجبتني الفاجئ ما قديش نخفي بالحق اسمع عندي لعبه خشينه ياسر غاده ايوه ذوق وقل لي ذوق الماكله ونقولوا للسيد اللي مقابلنا زعما شنو هي ما غير ما نسميو الاسم نتاعها نصفوها شنو هي الماكله؟ تقعد تقول حاره برج الدانو اقعد اوكي مشاهد في لمته ذوق وقل لي ثم نعود ذوق وقل لي عينيكم مغطين قدامكم ماكله تونسيه تنجم تاكلها بالمغرفه ولا بالخبزه ما احنا ما عندناش خبز ناكلوها بالمغرفه هيلثي هيلثي صحيت نبداو بغاده نحطوا لها الماكله ولازمك توصل الماكلة شنية اللي طعمتها الرانيا باش تطلعها وانا متأكد اللي امبوسيبل تطلعوها نبداو بالماكلة الأولى ميرسي على الثقة بسم الله جوستومون يعطيني كل الدنيا ما يراوش وما هكا ما يراوش هكا واش تخبيها واي يا جد فيك أمانة بصراحة بصراحة صراحة بصراحة خد بالك يا غادة ليك يا غالية ما غير ما تمس هاي هات يدك عبي مغرفة
عبي مغرفة. شنو هذا سكر؟ لا عاد ما يزال تقول غادة. لازمك تدوس فيها. سمي بسم الله. لازمك تذوق. وأنا ممكن أوصف أكلة تونسية إزاي أنا طيب. عبي فهمك ليه ما تخافش ما تخافش. مثلا حار. كول كول. عنا الماء عنا. شنو هذا؟ ذوقوا أنت. آه. عرفتوا؟ وصل لها الماكلة ما غير ما تسميها. هاي في الصباح؟ هاي في الصباح. شنو تشرب أنت؟ قهوة. فوالا. قهوة. صحيت. هاي بدل دبل بلاصة بدل. اه سال 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 سال. قهوة شنية تفرق عندنا برشا نوايا تركي شنية. فلتخ. ذوق زيد ذوق. فلتخ. ذوق ذوق. بن عربي. سنة سنة. خلي ذوق لحظة اقطع الشك اقطع الشك. حبيبات ياسر صغيرة. حبيبات صغيرة. حبيبات صغيرة. عاملين فيها بروموسيون الجمعة هذي 9000 ذوق الحليب. شكلوني. شو اسمها؟ ما غير ما تسميها. هذيك هذيك هي معناها بن عربي شو يقولوا له نحسبها صحيحه نحسبها صحيحه بيصير هذيك هي بن عربي يعطيك الصحه حاجه خذ بقعتها وانت يا كيكه اوه هذه كارثه يا لطيف يا لطيف تسمع عطيها مغرفتها مغرفه حرام عليك ايوا هاي لله هذه بيدك تنجم بيدك ديريكت استنى هي شنو هي ويني أمان ليه بتخوفونيش أمان لا 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 بتخوفونيش بيعطيني مغرفة أمان هاي مغرفة ترى تعب مغرفة باهي لا ترى نعاونك أنا أزياتيك أوه يا لطيف يا لطيف ما حبوش يتهزوا شنو ما حبوش يتهزوا شتت في يدك أنا ما نجمش نحرك خاف ما تمس بيدك راني أماني أماني تحرك ميجا راني لا يا اللي مش تقلب ما تمس بيدك حاجة حلوة وياكلوها برشا صغار وصغار في عمري الحلوى صغارين قد بيك الحلوى تريحه شنو هي التكستور نتاعها؟ تكستور ذوقها بخرى ذوق ذوقها بخرى قول لها تتبنن قاعده يعطيها الصحة سميتها بالماركة تو بدلوها بدلها علي علي بو علي بو علي بو علي بو علي بو بدلوا بلايص الكورة عندكم خلاص ماشي بتشوف عم بتشوف هاي غادة ريحتها بنينة هي حتى اللي جاية توا مش بنينة برك نجم نزيدها هي شو باش نعطيك تهضم منها عدس ولا حلبة اوه يا ربي علي سكر شنية نعرفش هذي هذي بليد تسف سفين زوين ترى نعطيك لحظة نجيبك مغرفة تو نجيبك مغرفة شنية هذا شنية والله ما نعرف فتفيت هلا هلا لا بالحق والله ما مش خايبه بنينه والله بنينه سريال ليه هل فهم بكدي نورمال نورمال هل فهم بكدي هل فهم بكدي شنو يا بنتي شنو يا شب شب هكا تو حجين ملح ليه انا ملح يا بنتي زرير 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 شايح ليه عرفت ولا شنو لا نعرفش تروح حسب الريحه باش نطلع لا ما يغركش لا لا ما تغلطش بالريحه عاود عاود لحظه بتقطع معنا ما زربنا مش لحظه لحظه نشم لحظه ليه عاد ذوق الماكله دي ذوق غاده ذوق وقال لي شارة خشب ده يا ميجال لا 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 خشب شارة تاكل هذايا اسمها ذوق وقل لي مش شم وقل لي ذوق 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 نزلت بالزريعه صلي على النبي هو شنو جلجلين بدور على الطبق هو ماسك اسمع اسمع تمشي للحج شنو تجيب لي زمزم انا هذه مش محلش غدا غدا انفخي يا ودي البلاد مسكره يا نوجا لا 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 غدا انفخي شوف معنا واحد ماشي الحج مروح بهذا معاه تمر انا حاسب الريحه راهو حاسب هذه من الحج جيبها غدا انفخي يا غدا انفخي ما تنجمش تاكلوا هذيك يا غدا انفخي يا غدا تحب نذوقها ما تنجمش تاكلوا ذوق خلي خلي انفخي تو نبدلوا الاسم الروبريك تولي ذوق وذوق وقل لي ذوق وذوق وقل لي ذوق يا ودي باهي يعملوها بقى بدلوا مغرفة عليها وراك المعلي وراك يا ميجال لا مش زعتر مش زعتر زعتر انا غلطت زعتر روحي قلت زعتر 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 اي زعتر من ريحته اما نسخيلو لوبين نسخيلو لوبين مفتفت هاي يمشي غاتشي طب ماما كده هيخلصوا الاكل كله انا ومصطفى هنلعب بايه؟ عنا برشا اخرين شو اكلني دخول خشب كان احنا ذيك شنو
أمان أمان نيزو ما تخافونيش. شنية هذا؟ هذه في العيد الصغير ناكلوا منها. كول 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 كول. هذه اسمك هضم هضم هضم. ما تشرقش. شنو غريبة؟ حاجة نعملوا بها الجاتو. أنت مصور امرأة شادة طبق. حاجة نعملوا بها الجاتو. سكر فاني. لا بالعاني قلت لك الأخرى اللي ديما نغلطوا فيها مش ديما نغلطوا فيها. زيد فوق زيد زيد. اخ شو اسمها؟ خميرة. لا مش خميرة. مش خميرة. مش هذيك. حاجة سميدو فارينة. لا 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 مش فارينة. خد فارينة. زينوا بها زيدا. زينوا بها زيدا. زينوا بها. ساعات بدك. لا 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 لا. فما هما زوج نسيت ديما نغلطوا بيناتهم. صحيح. زينة وعزيزة. زينة وعزيزة. هذه زينة. شعرها أصفر هكا. شعرها أصفر. شكون هذوما مش الباكي صغير هذيك. لا فما كي شادة طبق هذيك ريتها. هذه باكون فيش طبق بلاش طبق. مش قلت لي شادة طبق. بالعاني ضيع فيك هذاك. ركز ركز عطيني. بيضة بيضة حاجة بيضة نعملوا بها الجاتو. برافو. صحيت صحيت هاي الاخرانيه هاي مخطوط على كريم مش فاكر محاور. هذه كارثه هذه كارثه كارثه كارثه. نصور الاخرانيه مش كارثه العظمى. حاره لا 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 بسم الله. هاي بسم الله. دي مغرفتك هاي في يدك. هاي دي طويله باش تاكل هنا ولا هي باش تاكل؟ غير دويك مش 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 ريحتها يدي مغرفتي. هاي مغرفتك حقا ما تراش انت. اسمع هذه محرحره ظاهره طاجين يا مريحه مش خايبه لا باش تطلع بالمرقه يظهر لي. ذوق عاد اسمع ذوق وقول لي مش طلع وقول لي ذوق عاد بالحق عنيده غاده ذوق وذوق ولا ذوق زيد شوي زيد شوي زيد شوي نعناع نعناع شايح شنو نعناع ذوق 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 ترى بتصحى ناخر ذوق ذوق اسمع اوه حارة حارة شوية زعما حارة وماهيش نتاع الفرنسي شوكولا شو يا رانيا شنو هو؟ هريسة اي مش نتاع فرنسي شنو هكا هكا طلعها هكا تو فما نوعين نتاع هريسة 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 عربي صحيح لا ما صحيتش من ريتا صحيت هريسة عربي اغزلي بعيني اغزلي بعيني كيفاه ماهيش غاز مش بعينك طايحة هذي يا ودي الوحدة فيها كل فتفيت عاود ذوق هيا اغزر يا بساكل هريسة العربي انت كليت مشيرة متاع الكروية هاي اسمع انا اعترف كروية ابعد حارة والله حارة اي حارة بيش انا حارة بنت هذي حارة هريسة عربية ما عرفش شبيك مدلي في صحن مرقة هي ولا شنو شوية على ترتوش ترتوش ترتيني يسكت عاد خلي تاكل ركز 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 كي جات الكروية ترى عندك مغرفوك الكروية عاد مغرفوك ينفع خسرك فيها عظمة يا اخي هريسة زيت يا لا ها وبعد حسيلو فهمت الاخرى ذي الاخرى الاخرى اشرب دواء كركد هي شنو هي انا ولا هي؟ هذه هاي عايش بنتي تكبر تولي طويل هاي اكل هاي شنو فيها هذيا؟ باهي لا زريعة فيها زريعة. اي فلا زريعة خاطر هريسة عربي بزريعة. هريسة عربي بزريعة. تصيرة. لا مش تصيرة. مش أنت تطلع خلي رانيا تطلع. أنا تطلع احكي لي عليها. احكي لي عليها. اسمعي لي عليها يا بابا. حاجة جيب. ما أنا بدي ما عرفتيش شنو هي خاطر هريسة عربي. قولي مثلا شنو تحس في فمك. هريسة عربي شنو لونها أخيلة؟ شنو هو اللي في فمك ديجا؟ اللي في فمي حاجة حارة. أي. فيه زريعة. أي. وحارة على الأخر. محبس في فمك إذا جيت لعن بعد. زريعة فيهم. وين المغرفة وين؟ هريسة بزريعة. هي قاعده تصفر رانيا لازم نتطلع خمم رانيا راني خمم هريسه هيا باش تفسد هاي ما عادش مش سماح تستنى لك شنو هي انا اونتخي ناكلوها قبل الفطور الماكله على الصباح دوما تقوم معجونه لا اسكت في الليل خمسه قبل الفطور زيد هاك الماء اخرى للفطور هذايا دوما قوموا الصباح نضربوا منها مغرفه مغرفه لبليبي تعمل مشاكل تعمل مشاكل هذي كشري كشري مش كشري مش كشري انا دوما نقوم مسلاني كشري حتى انا ما كاش حاجات هكا شنو ما يحسب روحك تو قمت انت وكل منها مغرفه 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 برك عطي راني حنودها ميسي هرق ما شنو هو مغرفتك هاي محكوك والله شككتونا جينا ندق والله شككنا امر فما حاجه هي سيسا هذيك هي في لوبيا ممغوذه مخي بك اش طلعت رانيا تعمل بالكدي
وحرحرة ياسر. هيري سعر تيراميسو. تيراميسو بزريعة. شنو؟ لا غلط. تيراميسو بزريعة. ايه تيراميسو بزريعة. جدك تحت. هاي حلو عينيك. كيفاش ما طلعتوا هيك؟ كيفاش بالزريعة؟ شنو هي؟ عاودوا غمضوا عينيكم. هكا سلطم شوية. أيوة شو ما زيدها شوية تون وزيت زيتون وتن سلطم شوية. هكا سلطم شوية. وأنت هكا دوما تقوم نلعبوهم على فم سلطة. أنا كيف؟ يا شا فيها مطعم درا كيفاش؟ ماشي سلطم شوية جملة. سلطم شوية. فيها زريعة. ربي خلينا نطلع شنو هي؟ لا لا لا. وفيها فول ولا فيها زريعة. زريعة. وبالفلفل المسير هي هذي باش ما تفسدش يعملها كيف فلفل بالفلفل المسير ما فيه معناه ما يشطب شويه بالضبط ما يصدم شويه شو كي تغزل هكا بصدم شويه هي جماعه مش متعدي هكا بارازا اسمع اسمع شويه اسمع شويه ايش متعدي بارازا ايش زرتو ايش هاي هاي متعدي بارازا رح نعرفها وهو والله تظهر الزرب هنا والله طاطا مشوية امبوسيبل طاطا مشوية طاطا مشوية مش طاطا مشوية نعمل سيلفي معاها ارجع سيلفي طاطا نعمل سيلفي مع طاطا مشوية والله يتفرج على رز جربي هيا رز جربي هكا اي اي والله من بعيد شكون عمل هي هذه نتاع الدجاجة عندها أربع ساقين ميجالو دي واحدة فاكرة إن الدجاجة عندها أربع سقان هتعرف السلطة مشوية خلينا نشوفوك أنت تعرف مالها برك خلينا نجربوا معاها خلينا نجربوا خلينا نجربوا معاها واش يعرف مالها هاي على أسلوب هاي سيدي أعطيني حاضرة حاضر ماكلة تونسية 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 بيروكي أما بالخبز ولا بدون؟ لا بدون خبز بالإيد أوكي يلا بدي يلا حاضرين حاضرين أي بسم الله يلا ححبي تاني أيوة تاني قلبي بلا يا سلام خيط 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 ريحة 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 دوق هاي هدوق فين؟ فين هي؟ معلقة فاضية مغرفة فاضية مازال أو جاية دلوقتي ماشي يلا أوصف لي بقى أوصف لي بقى أنا لسه ما خلتش حاجة عشان أوصف لك حاجة أطلب لي حاجة أنت أطلب لي حاجة لا دي ما تتقدمش تتبلع ماشي برشا برشا يا برشا يا ميجا برشا بص يا سيدي ايوه يا سيدي هي حاجه من الحاجات اللي بنفطر بيها الصبح وطعمها حلو طعمها حلو وبيبقى في منها زي الصبح وبيبقى في منها بالفراوله وفي منها بالتين وبالمشمش بتعمل بيها سندوتشات كيكه يا حبيبي كيكه من داخل فيها مشمش بتتباع في برطمان في برطمان في برطمان ازاي بتبقى في برطمان ازاي بتبقى العلبه طولها حلو كده بتعمل منها سندوتشات الاطفال للمدرسه زعما ايش ده لا قشطه بالفراوله وقشطه بالمانجا ايوه عندنا كل عندنا في تونس انت ما تعرفش التونسيين زي الدجاجه ومربع رجلين اللي عندكم ايوه يلا مربى اي شطوره شطوره الامور سند هي مربى بتاع شنو معجون معجون شنو؟ معجون سنين؟ أوصف لي الحيوان 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 المعجون الغلة المصنوعة من الغلة المصنوعة منها معجون معيز هي الوحيدة هي والزيتون اللي ذكروا في القرآن من الأكلات الله أكبر بيتين تين اختار التين يلا حاضر تيني والزيتون يا يا لا عاد مش اسف امان خيط 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 يا سلام هما كان قالوا راهي خايبه أيوة. كان قالوا خايبه دلوقتي مصطفى انت اللي باش تذوق وتقول له ايوه ربنا معك وحدو بالمغرفه هيراش راب حجيب لك مغرفه حتى ناكل بايدي لا 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 زي المنسف سمي بسم الله اي بسم الله اسمي بسم الله ايه ده ايه ده ايه ده ماليش نفس يا امه والله ماليش نم ايه الاصوات دي رد بالك رد بالك هو عظمه كانالو حجر لا على فكره انا مركب دول
مش اللي تكسروا. مش مشكلة نصلحهم ونبعت على 85 810 وتربح فيها ساكسو ولا وتفوز بكرهبتين تبيع واحدة تصلح منهم سنين. يلا واللي قعد لك لقد بيه فمك. يلا زيد يلا عرفتها ما عرفها حاجة أيوة حاجة أيوة حلو 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 حاجة حلوة أيوة كعابر كعابر يعني قرايات يعني مدورة صغيرة مدورة كبيرة أيوة. ولا صغيرة؟ نصي نص نصي نص نصي نص نصي نص نصي نص اللي هو كام يا حبيبي؟ حلوة ونصي نص مدورة بس آسيا 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 ولا أفريقيا؟ آسيا آسيا جامدة 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 مش مجاملة أنت التوب يا كانتالوب آسيا يعني ناشفة مش ناشفة بقى مش لا طب لما تنزل عليها بأسنانك يبسة مش طيرية مش طيرية حجمها قد إيه يعني كام سنتي كام ملي حجمها زي الزريعة عارف الزريعة؟ لا ما أعرفش يعني إيه الزريعة يعني أيوه وصفوا لي يعني قد مثلا قد البذر بتاع ال لا أصغر 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 زي حبة الحمص لما تكون صغيرة أيوه بتتحط على إيه؟ بتتحط هذا أول مرة أشوفه على سيدة على الزقوق بيتحط على العصيدة أقول لك البتاع اللول اللي شبه اللولي ده كده شبه اللولي شبه اللولي أيوه شبه اللولي شبه اللولي أنا ما أعرفش اسمه عنده يعني شبه اللؤلؤ قصدك أيوه هو اللؤلؤ ده اسمه لولي أبوها ممثل مصري توفى ما عندوش مدة الدنيا أبوها مؤسس دلالة عبد سمير غانم الله يرحمه إيمي سمير غانم ودنيا سمير غانم دي بنته بنته هنا بنته هنا إيمي سمير غانم بنته البنت التانية هنا عنده إيمي إيمي ودنيا أيوة يا دنيا دي دنيا حلوة الدنيا حلوة الدنيا أيوة بنقول لها دنيا افتح افتح عينك عادي دلوقتي في مفاجأة هتجيب لكم في الصحن الجاي جورج وسوف يلا هاي جورج ولدي ولدي البس 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 عندها 94 حلوة قوي الدنيا يا سلام يا تيتي وينك انتوا بتضحكوا علينا على فكرة ايديك يا ايميك ورينا ورينا مش عمال مش عمال ما عشان راحقة من بعيد يا شمال كل عمليات نكريمها في الصيف عبرت لوكال دنيا بتموت فيه يظهر لي ايه منظر الحمد لله لك ليه؟ انا انت بس لك ليه؟ ايه بيحصل ايه؟ ما تبصش ما نبصوش بسم الله ابدي أوكله؟ قلت لي برج الجدي ماشي معاه وحلة معاه؟ لا مش هيك هاي ناري مسكين ما تفقعهاش ما تفقعهاش خليها خليها كده 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 خلي حيوكلك تعالى بقول لك ايه تعالى بقول لك ايه ايوه الدجاجه اللي عندها اربع رجلين مالها بتنزل ايه لا دي ما تجيبش صغار اللي عندنا بتخلف ازاي الدجاجه بتجيب ايه ما بعرفش خروف الدجاجه ما بتخلف بتخلف ازاي بتولد ولا بتبيض؟ الله أعلم بتولد اللي بعرف بتولد بيض صح؟ أنا سألت ماما لما كنت صغير قالت لي بتبوس الديك ويجيبوها بيجيبوها إزاي؟ أقول لك يا سيدي أيوه قول له حبيبي بتتقلي وبتتسلق وبتتروق يا عاد مصفش بريكة؟ لا ما خلي يذوق أكثر مش نفهم ما فهمتش لا يا روح أمك خليك مع المرور عادي يا زدل عادي لا انا فاهم كويس انا دو انت عشان تعرف هي ايه شفت الدجاجه بتورد ازاي بتجيب ايه 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 انت هي بتجيب بيض شبيك بابا بتجيب بيض شبيك بابا بتجيب ايه ممكن تجيب عظم
اي هو ومش بس كده لا عصر. احنا معانا اوفر كمان فوق العصر ايوه حبيبي مش كده وبس أيوة. ولو عرفت الاوفر ده ان شاء الله هتكسبوا معانا الاثنين كرهبة دول سانكسو عظموا عليه ايه بقى؟ عليه ايه؟ حاجة من التوابل التوابل جاوا مع العظم سبحان الله ما اعرف الدجاجة دي مبدئيا عظم مبدئيا هو عظم مش ملوب يعني حاجة مقلية عظم فوقها مش مقلية خالص دي جت من الفرخة على هنا جت من الدجاجة على هنا على طول ايوه قيصرية العملية قيصرية الله الله اوكي انا قلت بيض بيض مملح خليه يذوق شوية ايوه اقطع الشك بلاقش مش بيضة بيضتين وثلاثة وعليه دنيا سمير غانم دنيا سمير غانم دنيا سمير غانم بالبيض والزعتر يلا ونربحك معاك كاسيت دي في دي فيها فيلم الزعيم ثلاثة مش كده وبس المفاجأة 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 تايجر كينج تايجر كينج دنيا سمير غانم بتغرق بس صحيح ولا بتغرق انتوا عندكم اللولي ده اسمه دنيا؟ دنيا انتوا ايه؟ سمير فلة؟ لولي 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 عظمة طلعت الأخيرة تو الأخيرة طلعت قلت ضعم عظمة الأخيرة ني ايه؟ عظم ني ايه؟ لا مش ني ني ازاي أكلته؟ ما أنا ما أكلتوش أنا ذقته أوه يا سلام يا سلام راني العظم الني العظم الني راني العظم الني بودري حاجة بودري لا 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 انت ايه مش كفايه عليك تجرحني حرام عليك ان شاء الله خير اسمعني راني انا حاله مش يرجع لك الحجر ربك هو شنو اهو الماء اهو الماء اهو مقابل اهو مقابل الماء مقابلك 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 الماء حق تحب ماء ماء غفيت نرجعوا له الماء ثم نعاود له علينا وي جاي قصفه تنفخت في وشي ماء 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 غصب غصب في وشي لا غصب 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 تنفخت نفخت في وشي لا 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 انا انحرقت يا لطيف يا لطيف طعمها تو بعدين حتعرفها هو ايه ده مش عارفين دلوقتي انتوا رحتوا فين؟ انتوا رحتوا فين؟ لحظة لحظة أصدقاء مع بعض خلوه واحد يجي هاي يلا كمل طلع هاي قلت لي برج الجدي شو مشاكله؟ أنتوا روحتوا البرنامج خلص يا جماعة ولا إيه؟ أنتوا هنا؟ هاي طلع هاي طلع هاي والله اللي عرفته يا مين إحنا عدنا عدنا كنا في فاصل وعدنا ليه ده؟ ده حاجة أنا مش عارفها بس حقرب لك قرب له إيه؟ إحنا هنا هنا فيها يعني أنت هو به لما الدجاجة عارفها؟ برضو دجاجة؟ برضو الدجاجة لما تولد لما تولد وتجيب بيض والبيض يكبر ويصبح دجاجة الدجاجة دي لما نستويها نطيبوها أيوة مش بنغطسها في حاجة؟ في حاجة؟ دي يعني عاود له عاود له ازاي تستويها نستويها يعني نقصها بعدين ندرغمها في ده ومعها البيض اللي انت اكلته وبنقليه هو في كلام جديد نزل يا جماعه ايوه حصري على في جديد في كلام جديد نزل في كلام جديد نزل اوكي اوكي ده كلامك ده في البوم تامر حسني نزل بس كلام ما فيش بالرسمي 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 الحقه به لما تاخد دجاجه تحكي بالجد اي مش تاخد دجاجه قص مثلا مش تاكل الاسكالوب تغطسوا فيها هي هذايا تعمل ضربه هكا وضربه من رده دي رده بقسماط لا مش رده هي انا بروح ارد هذايا حاجه تانية هذايا ايه هاي قالتها بالفرنساوي قالتها ايه جو ني بارلي با فرنسي الخبز لما دي يبات خبز لما يجي عندكم في الليل في مصر ويبات بنرميه ترميه وانت احنا ليه نعملوه شابلور احنا احنا شابلون. ايكو فريندلي يعني ايوه رد اللي هو العيش المدقوق رد المال رد طلع رد رد ايه رد
برافو 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 رد طلع رد رد معناها قداش من ماكله طلعته تو ممكن تشيل عينيك طلعوهم يزون تو ديني كله طلعهم كله بتقولوا له رد ده رد اللي عملته انا ازاي بيلا شابلور عرفتها خبز ده رد اللي بتسموه ما لو الدجاجه باربع رجلين يبقى ده رد هو ده راهو بقسماط بقسماط ما تقول بقسماط يا عاد قلت بقسماط معناها بقسماط بقسماط ده بقسماط 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 معناها مش نخرج انا وياك ناكلوا حاجه هاي اليوم مش نصدعك على صحين بقسماط يلا بقسماط يا ولي زوز بقسماط عشان هذا شو الشكل البيض اللي انا كاتبه العظم اللي انا كاتبه تفضل 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 انت كليت مش عظم يا ديني النبي عظم على عظم هما مش الثلاثه اخوات ثانيه واحده مش الثلاثه اخوات ده اللي انتوا قلتوا عليه واو ده ما ده اللي قلتوا عليه واو انت حتحديك وتاكلوا الان ما غير ما والله والله العظيم شكرا تاكل وحن لقيلك ولو كنت أخذ كرهبة من الجزوز لا لطف عليك لطف عليك كيف بلا بوعدك ساعة طلعتهم هايلين بوصمات 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 بالجو هذا والموسيقى هذه متاع عبد الحليم اللي بتعمل كده كده هو عبد الحليم بالروح الفوتو ميم فوتو ميم فوتو ميم باش نلعبوا دوز ايكيب ليكيب الاولى فيها بيكا وايمان وعلاء والايكيب الثانيه فيها مصطفى الرهيب رهيب الجميل ما يختارش ومعاه كل من غاده ونور لازم تربحوا تو لا سير يلا ليكيب الاولى هيا نبداو عاود فهمنا للمجهود عاود فهمكم قانون اللعبه مين تلقى تصويره مقابلتك صوره يعني اوكي وانت تجسدها يا سلام ايوه حبيبي من غير صوت من غير صوت ها انت عايزنا نصور كلام لا لا مازلنا ما بديناش مازلنا ما بديناش تصوير ومن بعد كنت احنا نطلعوا تاخذ مكانها نعمل روتاسيون واضح ولازم في صعب باش نربحوا اكثر نقاط متاكد متاكد يا عرب يلا اسد يا اسد يلا باه والوقت عندكم دقيقتين يلا توب كرونو نبدا واي بيبي لوندو بيرسو بوسيت بوسيت هاي سي بون بدلو هاي موتور تروتينيت باسكليت برافو انا ما نعرفش الميمي باغ كونت عجله روبو استنى الي روبو 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 بروس ادون دونتيفريس تارتين كراسه صعيبه كتاب بلوك نوت انت طفله بيرو ورقه رساله لا لا هذه امبريمونت 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 برينتر مروح 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 مغنيه قديمه دوش شاور كاب دو بان الله عليك ظاهري خبرة سيد دربوكة دربوكة سهلية قبل وهي بغوس سيشوار منظار البوكة اللي متاع السيشوار ركز كاميرا مايك ليه أي مكيفين مايك بيخش متاع الميكرو بشخص تصور بشخص كاميرا بشخص تليف ليه جوكو شخصي تلسكوب 20 ثانية مازال سكوتش لا بالموديل لا لا دوبل فاس هذا سنة دوبل فاس تاك تاك جافر تيب جافر تيب يا يا طلع عليها يا دبلو كورة 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 كرة أرضية عندكم 10 إجابات صحيحة تسمعوا باين 10 إجابات ممتازين نمشيو ليكيب الثانية توا مصطفى وغادة ونور من غير فور سوف سي جو تان بالقاعدة بالقاعدة كمل وين الحالة قل لي قل لي هكا مقابلك عمل لي هكا تو نجيك يا دكتور واضح إن شاء الله ربي يوسف احنا حاولوا هكا هو حاولوا توب ابدأ وين توب توب مش عارف ما فيهوش إيفور ما عنده حاجة لا قال قال بيرو قال قالتها 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 ولا قالتها بيكا يخب انا نرجع اه
جايش شنو هي ما تتكلمش ما تتكلمش ما تتكلمش لا لا روبريك اللي عمل فيها توا اه فيديو يتعدى انتوا خسرتوا انتوا خسرتوا خلي يا برج القدي اسكت بديت تسمع كيف كرة ما بس باسكيت افتتاحة سباحة ناتاسيون ناتاسيون ايه الوصف الغريب ده شنو هي هذا حوتة تحت الماء قرنيطة صحيح مش ثمانية سبعة سبعة مطارق في بير غارق مش ثمانية بيه بعد مش واحد وثلاثة قلوب عندك ثمانية مطارق في بير غارق بالرسمي كلي نرحيو بها السميد اي ليه ليه الفرينة هذا حشوا بها اللي نطفوا بها الأرضية صيحة لا قال صيحة الأولى صيحة اللي قال الأولى صيحة نرحيو بها السميد صحيح بطور دل ترامبولين قويت ياي كي سمعتها ما صدقتش هي جراميت بالفرنسية في تعمشي كوموند هاي هاي زر زر تركرين الميتة تركرين الميتة يا اخي لحظة 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 وقف لحظة وقفوا لنا الكيلومتر هو مستنى لا لا واقوى من فما حاجة أخرى أقوى من الكيلومتر اللي هي تخنزير الضحكة هذيك خرجت أما الأقوى أنه قال لي صحيت إيه شو حبيت تتأكد لي هو الكيلومتر وقال له صحيت رجع لنا الكيلومتر لو سمحت كملوا الكيلومتر يا أخي في عقلك في عقلك ورقة فلوس الماكينة بتاع فلوس بنكاجية تبيع ميك سهرية سهرية لا لا سهرية 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 إر بي لحظة لحظة شنو شفتي إر بي لحظة هذه الأخت غادة طلعوا فاش قالها تغزر تو نجموا نغزروا قالوا خيبتها بس هي شغزر هذيك باربيكيو أكيد تو فهمت علاش الدجاجة عندها أربع ساقين ايوه معناها انت الدجاجه كيف في داركم تعمل باربيكيو فوق الواحد امبوسيبل جي سامحني معناها ملي طابله غو باسيري في الدنيا كل حطيتولي وحده كحله ما تشبهش معناها دجاج اربع ساقين تحددها في الدار كل مالها باربيكيو البارح براسمك هذه طابله غو باسيري اتون شوف لا لا توا هذه خل خدامها توا نقول لك لا لا اوني دون دو اي تك احنا 2021 اما بالرسمي من هوني باربيكيو صراحه اللي في دارنا ما تشبهش الجمله انتوا داركم في دك اكبر بعرجلين لكن في شبح البتاع دي قربت لها سيبا ماشي باربيكيو ريت امانه ما رجع لي الوقت رجع لنا الدجاجه بتاع اربع سخين ربي رجعونا الوقت رجعونا الوقت ليه ترجعوا الكيلومتر يرجع رجعوني ديسكونت رجع لنا ديسكونت هاي هاي باربيكيو باربيكيو مش نظلم باربيكيو باربيكيو شنو هو عليك حتى انت ابعد عني خرجوا خرجوا اي 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 انا ما نيتهاش ما نيتهاش اللي هي باتري لا لا سيبا سيبا اعطينا التصوير اللي بعد اي كمل باتري لا لا بدلنا بدلنا واحد ريح فرش 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 مخدة مخدة ملحفة تشيل هي بنتاج كومبيك بتاع كومبيك اي شو اسمه خيمة 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 برافو خيمة عندهم ستة إجابات صحيحة دونك ليكيب تاع بيكا هي ربحة البيكا ربحة أي حد نفرح رجع الملك في بلاصته والملكة صفقوا صفقوا على الملك والملكة ميرسي نو بريشر غاد أنا كي قربت لها بالحق عندك الحق ريت تحسها باربيكيو أنا لي عندي سؤال تحدد أنت هي هي لا في الكانون تحدد هي تحط حوايجها في الكانون وتبرع عليه باهي اسمع خلينا نجربكم في حاجه اخرى بالك شي تقنعنا وتبرهن اللي انت خير من انه وما حاجه في دومينها نمشيو للبلايند صفقوا نسر القديمين رانا صفقوا شو اغزل عارفه روحها عارفه روحها باش تربح الناس الكل يوخروا وين بيكا ومصفى احنا لك قانون اللعبة قدم دونك نعرفوا مارين جنون بتاع بلايند تيست معروف قدم في الشارع هم بتاع بلايند تيست انا ما ريتكمش بعيد عليكم نعطيكم الغنيات يلصينا الغنية واللي يعرف الغنية يتمشى وينزل على البزور يتمشى ما يطيحوا يتمشى ويتعشى وينطلق اوكي يلا نعطيكم توب لحظة اسمعوا الغنية تسمعوا الغنية تسمعوا الغنية فسر لهم انت تسمعوا الغنية تخرجوا باهي
تامر حسني. تامر حسني صعبة. واي صعبة 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 لا بجد مش متعبة انت واخدة جامدة 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 الجمال حسني جامدة صعبة. الاغنيه ماهيش معروفه. زين زين وليه هذاك فشك انا انا مسكيت اما انا ما نبي يغش غش. لا بالحق تو نقول لك علاش عرفته يغش خاطر انا وليش مستانس خليت الاوراق مطيشين قبيله يجي يكون قراه. خرجوا خرجوا ها باش نسال قدام عيني ميجا يقول لك انا قاعده على اسمع هو قاعد على يعرفها هو يعرفها تامر حسني صعبه خليها ترى غنيها ما اعرفش نغني انا ما اعرفش نغني كلمتك ها كلمتك صعبه 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 وقتاش غنيها الاغنيه لحظه شافوها الببليك شافها 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 فيش شافها شوف هذا اخرج صعبه 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 صعبة صعبة انت صعبة 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 لا بجد مش متعبة انت واخدة قلبي لعبة معناها بقانون اللعبة يخرج ما دام محايل وهز الفاسكا لازم يخرج صعبة صعبة محايل والله اعطيه فرصة لا 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 ما نسامحش خلينا نعملوا فوت خليها انا مشي ويعلم بيا ربي معناها وجايع وكل ونتوحم وهو وهو وصل لغاديكا ويغش بس هنا هل لنا نبكي ها كان تحبوا تصرفوا عليا انسانيا انسانيا ما يرجع اي لحظه ما اسمع كي تخسر تنحيهم عجبته وقاعد بها لحظه ما تخليش تعمل هكا عيب عليك هاي نبكي انا فيك كسر لك البوزه ايوه نبكي هو هكا فوف 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 وطول ليه يغش عدى في انا نقترح اقتراح بس اقتراح رجعوا طردوه خليه يقعد احنا طردناه وكانت اون لوسون العباد اللي تبعوا فينا درس 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 لا ينسى لا لا خليه يكون عبره خليه انا نبكي مرشت انا نبكي ها اكسك تريد اسمع كلمتك هي اللي تمشي راه في الاخر يرجع بس يشرح يرجع بس يشرح هو خلينا نشوف بيكا عند مشيره انا اقترح رجعوا رجعوا لا انا نقول بيكا قلبك الا لا يعمل فوز يعمل فوز بيكا عمري ما كنت خلي هاي هاي خليه ما دام تاثر خليه هاي يقعد يتاثر هيك قاعد دوك تاثر دوك نحي قاعد هنا ما تقوم يا ودي ما يقنعني حد لكن خرج وخرج وما رجع حد مثالك ما عجبكش ليش نسمع فيكم بالعاني من قبيله بشوف الطيار اللي تبعوا فيه نحي من ساقيك هذيك يا اخي طلع طيار كهربائي اقعد تك لا اسال انا والله في بالي مش نعاود نرجع ما بشي يقعد يلبس وخذها هاي الاغنيه الثانيه الاغنيه الثانيه سهل الاغنيه فنان برافو مصطفى برافو ستو بيكا بيكا من السنسة متاعك فاز دابا اليوم مصطفى فرح بيه رجع اليوم و رانيا مسكنا انا تعبت تعبت ريتني كيفاش ريتك كيفاش قاعد مش نورمال عجبتني قاعد 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 اي لما قعدت والله اسمع انا تبنيت الموتيفاسيون والامل كذا دوك ما قطعتش الامل للاخر لحقتي طواني فرش فيديو نور وياسر انسبيريني فهمت هذاك علاش في الموتيفاسيون انا جايك كمان وعلي جايكم لحظه ما دمنا في الموتيفاسيون حاجه الثامر خاطر بازي يتفرج يقول لك هادي كيف ما ربحتش يعني حاجه اكابيلا سمعينا من مكانك حاجة صلح غلطك مع تامر حسني على قد ما عشت وشفت ايه جربت اكتر من اللي نفسي فيه ايه وجيت انت بسرعة يا بنت الايه ببساطة انا قلبي قدرت علي بحب قد ما شفت وعشت يلا جربت اكتر من اللي نفسي فيه ايه جيتي انت بسرعه يا بنت الايه جيتي بسرعه مشيت تتمشى وما جاوبتش انت بسرعه وانت مين عليه ابو بغبو انا بالعاني راه ما نحبش نخرج العبيد هذيك عليه ايمان ما فماش جمله اليوم شو نسمي لك بابو ما فماش جمله ايمان انا انا لا طلعت غنيه على العون نجري دزوني ايش نعمل في وسطهم انت ما تنقلش اسمع لعبه فيها الاكسبيريونس انا عندي اقتراح ما كناش في البلاي تيست واحنا في ميمين مش موجوده نلقاوك شويه اخر في مزيكا باهي هكا التنشيط ما ينقز معايا حد ما يقعد حد نقعدوا لهنا في بلايصنا ونسمعوا الملكه على المسرح يا بان ودي علي اقول لك حاجه ومن غير ما تعيط ما تعيطش ما تعيطش
عشان الجيران رخمين. أنا دمعتي قريبة. دمعتي قريبة. أنا حنين بس مش مبين. كيما تشيلان. في بالك من وصلنا على تو. مين؟ نهاية الحصة. لا. أيوه الدكتور أنا حاجتي نهاية الحصة يلي ضبطناها. أنا على تو وراحت الحصة. باش نتوحشكم برشا وكانت حلقة مزيانة برشا. ما تم الجمة. طب الدمعة فكر. فكرها الحلقة يا دكتور. يعطيك الصحة شرفتنا اليوم بجديك بعقربك بجوزائك بعذرائك بيسموا معايا نسيتهم الأخرين كرا سرطانك بأسرك بحوتك بدلوك يعطيك الصحة والله شرفتنا شرف دردارك وكلمة الختام عندك خد أوه تفضل هي جت هنا اعملها كده أثر برضو ولا هتقول لي أسبوع طيب أثر أثر عشان نحب عايز اقول لكم برضو كلمه تانية ممكن تفرق معاكم تعقبيل انت جامد ده تو ثابت انت ذايبه مش مبدوعه انا واحد انت ذايبه كان ناس كتير بتسالني ازاي ننتقم من حد اذانا سهله جدا بنروح له بنغفله بالدور ازاي ننتقم من حد لا لا اتفضل لك على الانستغرام ناس كتير بتسالني ازاي ننتقم من حد اذانا حد كسر قلوبنا لقيت ان اقوى انتقام في الدنيا ممكن تنتقم بيه من اي حد هو انك تنجح النجاح هو اكبر انتقام في الدنيا اللي بيحبك هيحبك اكتر واللي كرهك هيندم على اليوم اللي قطع علاقته معاك فيها انجحوا نجاح حلو واكبر نجاح ليا ان انا موجود في بلد حلمت كتير ان انا ازورها لدرجه ان بقى عندي فيها جمهور عظيم زيكم الله يخليك وميرسي ميرسي على اليوم الجميل ده ميرسي يا وسيم الله يخليك مره هذه غلبني مره هذه الكلمات هذه مره والله يعطيك الصحه حلمتوا شرفتنا ايه حلمتوا محلاها والله العظيم حلمتوا ايه بالحصه في بليزير والله والله العظيم والله سيدي تونس زعمان عادي فتح تونس احسبها داركم داركم دار دارك دار دارك ومرحبا بك غادة ناحيتك غادة عبد الرازق شيء ما عادش عندي امل لك تو تامر بده يغزل يقول كده كده والله يريد كده ليه لا فيها اكسبيرينس اللعبه فيها الجري فهمتني نطلع اغنيتها مش سريعه على غالب اما عسل واغنيتك عسل محليك وتفتك وشرفت ميرسي ميرسي بوكو فرحت برشا اللي جيت بحديكم اليوم ميرسي بوكو نسلم على عبيد تتفرج كله على الفاميلي تاعي زيدو زيدو هاي يا منى انت قبل ما تغني لنا اعطينا كلمتين وبعد جاوبنا بالموسيقى بالغناء ساعة ديديكاس للجروب اللي معايا قبيله ومعايا زادة توا بابيت لايفاند والوليد الكل. سينو نسال برشا على دارنا وعلى اصحابي سبيسيال ديديكاس لاسراء ومحمد وهارون ويوسف ومصطفى وليد خالي. نبوسهم برشا برشا وسرورة كل عام وانت حي بألف ألف خير. ربي يفضلهم. وحاجة أخرى اللي إن شاء الله نورمالمون الجمعة الجاية باش نهبط اغنيه جديده وباش يكون فما البوم كامل اون فيت نحضر فيه هذيك ان شاء الله ربي يسهل ان شاء الله كهر. مبروك فلا. ميرسي اللي كنت ورجعنا الكل واحنا زيد عندنا سوربريز اخرى قالوا لي في وزني تو عندنا انيفرسير طلع شكون شكون شيماء شكون واحده في وزني واحده متعدي في وزني قال ادمينة شيماء هابي بيرثدي ان شاء الله كل عام وانت حي بخير يا شيماء عندنا تخدم معنا زميلتنا في الريجي سعيد يا شيماء وتو نعطيكم الكلمه لكم انتم يا زملائي الاعزاء بيكا خذ وقت انا فرحانه برشا بحلقه اليوم على خاطر ستور جا وخلى بلاصه كبيره دونك شي كونتونت وان شاء الله انكم تكونوا استمتعتوا لي هوني ولي في دياركم وتابعونا على لحد جي ان شاء الله كيف والله عملت جو على الاخر فرحان على الاخر ما توقع جيتك اللي كريسبي شويه ماك الرجعه وكل ديما واحد دونك خفت شويه على الاول انت خايف هكا اكيد خايف هو خايف كما خايف جو مطلق شباب والله نحب نشكر الببليك اللي في العاده والعباد اللي تفرج فينا عائلتي زاد نسلم عليهم خاطر في الرواد الاخر ما كانوش معايا وتطلقوا عليا نقول لهم راني لاباس هاكم ريتو وميرسي ميجا ميرسي اللي زنبتينا ورتونا اليوم وميرسي لاصحابي زاد ميرسي اوكي حسيل وحبيت نقول اللي انا فرح حسيل اللي حكينا مع بعضنا حسيل ما تقول حد حسيل ايوا بابا حسيل اوتوكا فرحانه برشا لينا اليوم بالحق معنا شخرة وحسيلو فرحانة على الاخر فرحانة على الاخر كل حسيلو فرحانة بالضيف اللي جيونا اليوم محليكم نورتونا الجمهور زاد محلي والله كلهم كلهم محليهم ميرسي علي ميرسي غادة ميرسي إيمان كان ما فرحت بيه عرفت ميرسي علي 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 علي
وبيقولها بقلب جامد قوي. قلب جامد. عاودوا الحلقه من الاول. عاودوا الحلقه من الاول. قبيله كله علي علي علي. وانا سايبه اقول يمكن انا بالتونسي علي ولا حاجه. لا لا لا. هو كيك عنده كل ما يرتاح له اسمه علي يقول له علي بالنسبه لي. احنا كيما انت البروكلي بروكلي احنا علي علي. يا سلام يا اخي. كملي يا رانيا ما دام الامور كويسه تحت السيطره. فرحانه بيلي رجع ما عادش النجم اخلقت منها فرحانه بيلي رجعت واجده. دونك ميرسي اسباس احسن على المكياج والشعر ويزيكا وكملت سبحان الله. عندك نور عندي به والله 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 بالحق عملت جو كيما العاده لعبت وخسرت كيما العاده معناها انك ما بدلت حد ليه عاد ليه عاد ما تخليكش معقد ليه مش هاني مش نشكرك خلي كمل خلي كمل خلي كمل مش بعد نجم القصور حطوها له بيك كمل كمل لا فاتك ولا فاتك زين تسلقوا في المونتاج عملوا لي ايفيات ما خلصت مش مشكله مناقشه نقفل في المونتاج تاعي البريك جاي عقدة استوفى يظل في الاخر خليه يكمل بالحق خليه يقول وخسرت كالعاده ليه ربحت ربحت وحايلت زاده وحايلت والكل والله عمل جو ميرسي لزان فيدي ميرسي للبوبليك والله ديما تخلت منا حتى الحلقه خفت على الاخر بيت البوبليك الكل خفت على الاخر ويلكم باك استوفى شو هو كيريت الببليك على اساس الجمهور كنا نخدم قبل انت ماك يا اخي مسانه سنه يا عجبكش كيف ريت الببليك تفجعت من الاول ده عامل هاكا قاعد مستانس شويه شويه انا نتصور مادام الامور تحت سيطره يزي تحت السيطره فوالا صحيح حاسين ميرسي بوكو وكا هاو اضربني يا خليها تحت السيطره خير به مادام الامور تحت سيطره كنقول كلمه معاكم انا جوست ريميرسيمون خفيف للهاني طريق المرسى على الملابس وبنتي بيوتا نقول لها يا حلوحي جو تيم لو ماكسيموم متوا نعم بوزينكم احلاكم متوا خلينا نسمع الموسيقى مع ايمان قولوا ملتقانا الجمعه الجاي جمعه الجاي جمعه الجاي سرحة فوق بالحطابة وتغني يا ليل ويا شبابة ويا بنت الغابة يا ركبة العتيل سرحة فوق بالحطابة وتغني يا ليل سرحة فوق بالحطابة وتغني يا ليل ويا شبابة ويا بنت الغابة يا ركبة العتيل سرحة فوق بالحطابة وتغني يا ليل ويا شبابة ويا بنت الغابة يا ركبة العتيل سرحة فوق بالحطابة وتغني يا ليل سرحة فوق بالحطابة وتغني يا ليل سرحة فوق بالحطابة وتغني يا ليل ويا شبابة ويا بنت الغابة يا ركبة العتيل سرحة فوق بالحطابة وتغني يا ليل وسرحة فوق بالحطابة وتغني يا ليل
ويا بنت الغابة يا راكبة العديل سرحة فوق قلب الحطابة وتغني يا ليل ويا شبابة ويا بنت الغابة يا راكبة العديل سرحة فوق قلب الحطابة وتغني يا ليل